بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ذي الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، ما زلنا بمشيئة الله في سلسلة دروس مادة لغة الجميلة للوحدة الرابعة حرف ومهن، مع الظاهرة الإملائية والألف اللينة. الدرس الثاني: الألف اللينة في آخر الاسم. الهدف من الدرس رسم الأسماء التي تنتهي بألف لينة رسما صحيحا. تعلمنا في الدرس السابق رسم الألف اللينة في آخر الفعل، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتعلم كيفية كتابة ورسم الألف اللينة في آخر الاسم. مع النشاط الأول للدرس، وهو نشاط أقرأ الجمل التالية وألاحظ الألف الملونة في نهاية الأسماء. يستعين الراعي بالعصا في سوق غنمه إلى المرعى. يطلب مصطفى رضا ربه فيسعى في قوت عياله. زكريا فتى صالح يساعد أباه في عمله. المثال الأول، لو نظرنا إلى كلمة العصا، بأي حرف تنتهي كلمة العصا؟ تماما، تنتهي بالألف القائمة، وهي كما عرفنا أنها صورة من صور الألف اللينة أو الألف المقصورة. أما كلمة المرعى فهي تنتهي بحرف، نعم تنتهي بالألف المقصورة التي رسمت على صورة ياء غير منقوطة. المثال الثاني، لو نظرنا إلى كلمة مصطفى أيضا تنتهي بالألف المقصورة على صورة الياء. أما كلمة رضا فهي تنتهي بالألف القائمة. كلمة زكريا تماما تنتهي بالألف القائمة، وكلمة فتى كما ترون تنتهي بالألف المقصورة على صورة الياء. السؤال الأول يقول: ما الحرف الذي يظهر في آخر الأسماء الملونة في الجمل أعلاه؟ كما قلتم الآن انتهت كلمة العصا وكلمة رضا وكلمة زكريا بالألف القائمة الألف المقصورة، وانتهت كلمة المرعى وكلمة فتى بالألف على صورة الياء. إذن الحرف الموجود في نهاية الكلمات كلها هو حرف، تماما هو حرف الألف. هل يتشابه هذا الحرف من حيث الرسم في جميع هذه الأسماء؟ كما ترون لا يتشابه، إنما رسم في بعض الكلمات ألف قائمة ورسم في كلمات أخرى ألف على صورة ياء غير منقوطة. السؤال الثاني يقول: ألاحظ الجدولين ثم أجيب. الجدول الأول فيه بعض الأسماء مثل كلمة العصا وكلمة رضا وكلمة فتى. لو عددت معي عزيز الطالب هذه الحروف في هذه الكلمات لوجدت أنها مكونة من ثلاثة أحرف. أسمع أحدكم يقول أن كلمة العصا مكونة من خمسة أحرف، نعم، لكن الألف واللام هي آل التعريف للكلمة، لا تعد من حروف الكلمة، إنما الكلمة هي عصا وكلمة رضا وكلمة فتى، كلها مكونة من ثلاثة أحرف. لو نظرت إلى كلمة العصا ترى أنها انتهت بالألف القائمة. طيب عندما نثني هذه الكلمة، ما مثنى كلمة العصا؟ أسمع أحدكم يقول عصيان، هذه إجابة خاطئة. مثنى كلمة عصا هو عصوان كما ترون في هذه الكلمة. طيب رسم الألف اللينة في نهاية كلمة عصا، تماما رسمت ألف قائمة، لماذا؟ لأنها تحولت وانقلبت كما رأيتم في المثنى، تحولت هذه الألف اللينة أو الألف تحولت إلى حرف الواو. وتعلمنا في الدرس السابق أن الألف اللينة إذا كان أصلها واو تكتب دائما قائمة،
أيضا كلمة رضا ما مثناها؟ نعم مثناها رضوان. أيضا قد تحولت الألف فيها إلى واو، ولذلك كتبت الألف أيضا قائمة. إذن عندما نكتب أو نريد أن نكتب الكلمة التي في آخرها ألف لينة، إذا لم نعرف هل هي على صورة الياء أم قائمة، علينا أن نثني الكلمة مثلا. فإذا تحولت وانقلبت الألف إلى واو، مباشرة أكتبها ألف قائمة. لكن لو نظرت إلى كلمة فتى، ما مثنى كلمة فتى كما هو موجود أمامكم؟ فتيان. تحولت الألف المقصورة في كلمة فتى وانقلبت إلى ياء، ولذلك أيضا رسمت على صورة الياء الغير منقوطة. نعم تماما. إذن ملخص هذا الجدول يبين لنا أن الألف اللينة إذا انقلبت في الكلمة وتحولت إلى واو تكتب الألف قائمة، أما إذا تحولت الألف إلى ياء فترسم الألف المقصورة على صورة الياء. في الجدول الثاني نجد أسماء ولكنها أكثر من ثلاثة أحرف. كلمة المرعى إذا حذفنا الألف واللام تكون مرعى مكونة من أربعة أحرف. أيضا كلمة مصطفى، كلمة زكريا، هذه الكلمات هي اسم غير ثلاثي أكثر من ثلاثة أحرف. لو نظرنا إلى الحرف الذي قبل ألف هذا الاسم، كلمة المرعى، ما الحرف الذي قبل الألف؟ تماما هو حرف العين. هل هو ياء؟ لا ليس ياء، ولذلك عندما كتبت كلمة المرعى كتبت على صورة الياء، لأنه لم يسبقها حرف الياء. إذا زاد الاسم عن ثلاثة أحرف تكتب الألف المقصورة فيه على صورة الياء إذا لم يسبقها ياء. كما درسنا أيضا في الفعل أن الفعل إذا زاد عن ثلاثة أحرف تكتب الألف فيه على صورة الياء، مثل كلمة اصطفى أو كلمة اهتدى. إنما إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة أحرف وسبق الألف المقصورة ياء فلا بد أن تكتب ألف قائمة، مثل كلمة استحيا. هنا نفس الكلام في الاسم، كلمة المرعى الحرف الذي يسبق الألف هو حرف العين ليس ياء، ولذلك رسمت الألف فيه على صورة الياء غير المنقوطة. كلمة مصطفى نفس الكلام، ليس الحرف الذي يسبق الألف ليس ياء، ولذلك أيضا رسمت الألف على صورة الياء. أما كلمة زكريا كما ترى عزيز الطالب أسمعك تقول أن الألف سبقت بياء، ولذلك لا تكتب ياء على صورة الياء الغير منقوطة، فتتوالى الحروف المتماثلة في اللغة العربية، وهذا يعني غير جائز، ولذلك كتبت الألف هنا على صورة الألف القائمة. إذن أعزائي الطلاب، إذا كانت الألف في الاسم الثلاثي تنقلب في المثنى إلى واو تكتب الألف قائمة، وإذا كانت تنقلب إلى ياء فتكتب على صورة الياء. أما الاسم الذي يزيد عن ثلاثة أحرف إذا انتهى إذا كان الحرف الذي يسبق الألف ليس ياء فتكتب هذه الكلمة بألف مقصورة على صورة الياء، أما إذا سبق الألف المقصورة حرف الياء فتكتب قائمة. كم عدد حروف الأسماء في الجدول الأول؟ لو عددت الحروف قلنا أنها مكونة من ثلاثة أحرف. كيف أصبحت الألف في المثنى في كل مثال؟ كما رأيت أبدلت واوا في كلمة العصا وكلمة رضا، أما في كلمة فتى فأبدلت ياء. كيف كتبت الألف آخر هذه الأسماء بالنسبة للجدول الثاني، الأسماء الغير ثلاثية، كيف كتبت الألف آخر هذه الأسماء عندما سبقت بياء؟ تماما كلكم قلتم كتبت قائمة. كيف كتبت الألف آخر هذه الأسماء عندما سبقت بحرف غير الياء؟ تماما كتبت على صورة الياء الغير منقوطة. من هنا نستطيع أن نستنتج القاعدة التي تقول تكتب الألف في آخر الاسم الثلاثي قائمة، كما ترون هنا كتبت قائمة إذا قلبت واوا في المثنى، وتكتب على صورة ياء غير منقوطة كما ترون شكلها هنا إذا قلبت في المثنى ياء،
وأما في الاسم غير الثلاثي فتكتب الألف قائمة كما تشاهدونها هنا، ألف قائمة إذا سبقها حرف ياء، وتكتب على صورة ياء غير منقوطة بهذا الشكل إذا سبقها حرف غير الياء. أطبق النشاط الآتي، نشاط أطبق، يقول عزيز الطالب اذكر ثلاثة أسماء منتهية بألف في صورة ياء غير منقوطة. تذكر معي كده، أعطني ثلاثة أسماء تنتهي بألف في صورة ياء غير منقوطة، يعني تنتهي بألف مقصورة على صورة الياء مثلا. تماما، أسمعك. ممكن أحدكم يقول كلمة هدى، نعم، آخر يقول كلمة منى، وثالث يقول كلمة فتى. كل هذه الكلمات انتهت بألف مقصورة على صورة ياء غير منقوطة. أيضا أريد منك عزيز الطالب أن تذكر ثلاثة أسماء منتهية بألف قائمة. نعم، تماما. يمكن أن يقول أحدكم صفا، والآخر يقول عصا، هناك من يقول رنا. كل هذه الكلمات تنتهي بألف قائمة. يمكن أن تستعين بأحد أفراد أسرتك عزيز الطالب ليملي عليك هذه الكلمات، كلمة علا، ضحى، مستشفى، مها، أعلى، حلوى، أدنى، ثم بعد أن تكتبها تتحقق من صحة رسمها، هل أنت كتبتها صحيحة أم لا، وإن شاء الله تعالى تكتبونها كلكم كتابة صحيحة بعد تعلمكم للدرس. أكتب ما يملى علي. القطعة الآتية تستعين أيضا عزيز الطالب بأحد أفراد أسرتك ليملي عليك هذه القطعة، تدرب عليها أولا، اقرأها، اكتبها، ثم يملي عليك أحد أفراد أسرتك هذه القطعة إملاء غيبا، فهي واجب عليكم، واجب هذا الدرس أن تملى عليك هذه القطعة إملاء غيبا. تقول القطعة: الفتى النشيط، يا له من فتى نشيط، يستيقظ كل يوم باكرا، يسرع الخطى ليجمع المواشي من القرى المجاورة، ويسوقها بالعصا أمامه إلى المرعى، إنه يحمي ماشيته من الردى ومخاطر الوحوش والضياع، ويظل يومه متأملا في نعاجه وهي تفتش عن الجذور الضرية تحت العصا. أعزائي طلاب الصف الرابع، بالأمل نحيا، وعلى أمل اللقاء بكم أترككم في رعاية الله وأمنه، محبكم معلم اللغة العربية عبد المعز مدبولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.